نظراً لأننا جزء من مجتمع واحد، يتحد الناس من مختلف الأعمار والخلفيات في بيئاتهم اليومية هنا، حيث تبدأ رحلتنا نحو إدماج اقتصادي واجتماعي. في رحلتنا نحو التضامن والتقدم، نلقي الضوء على دعم تمكين المرأة، حيث يمكنها التعليم والتدريب من تحقيق ذاتها وتعزيز دورها في بناء مجتمع قوي. وها هي المرأة تخطو خطوات نحو مستقبل مشرق، حيث تساهم في الاقتصاد من خلال العمل وريادة الأعمال. بتميزها وإبداعها، تحدث تأثيراً إيجابياً في مجتمعها. ندرك أهمية تحقيق التوازن بين الأدوار المهنية والأسرية. المرأة الناجحة ليست فقط قائدة في مجال العمل، بل أيضاً رائدة في بيتها ومجتمعها. نسعى أيضاً لتحقيق المشاركة المتساوية، حيث تأخذ المرأة والرجل دوراً فعالاً في اتخاذ القرارات المجتمعية والاقتصادية. هنا، نشهد التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدث عندما تتحد القوى. نعمل سوياً، نحن النساء والرجال، من أجل تحقيق تغيير إيجابي في المجتمع، ونبني جسوراً لمستقبل أفضل. إنه وقت التغيير. ندعو الجميع للانضمام إلى رحلتنا نحو مجتمع يسود فيه التعاون والمساواة، لنعمل سوياً ولنبني مستقبلاً يحمل بصمة التغيير والتقدم.